خفايا وأسرار النجوم. ظهر الفنان أحمد مجدي في العرض الخاص لفيلم مولانا وهو يرتدي بيجامة كاروهات، وهي الإطلالة التي صاحبها كثير من السخرية. ديانا كرازون ارتدت فستانا غريبا خلال حفل مجلة ديرجيست 2014، ووصفت وقتها بالإطلالة الأكثر غرابة وشبهها البعض بالساحرة. مايا دياب أثارت الجدل خلال مشاركتها في إستار أكاديمي، حيث ارتدت فستانا مكشوفا رافقه غطاء رأس على شكل حجاب. سميرة سعيد ظهرت في إحدى جلسات التصوير وهي ترتدي فستانا غريبا من البلاستيك، وآخر ارتدته وهو على شكل مكرونة. دومينيك حوراني ظهرت بإطلالة من ورق الألومنيوم خلال جلسة تصوير. هيفاء وهبي ظهرت بإطلالة تشبه الملاك في يوم احتفالها بذكرى ميلادها، حيث ارتدت جناحين في ظهر فستانها. أمينة خليل خضعت لجلسة تصوير وظهرت فيها بإطلالة غريبة، حيث ارتدت مجموعة من الفساتين مصنوعة من البلاستيك والقماش. أحلام ظهرت في إحدى حلقات برنامج أرى بأيدول بملابس تشبه البيجامة، وهو ما تسبب في إثارة السخرية ضدها.